يعني انا في يوم واحد خدت ضربتين شمس. والله انا صرحت قبل كده وقلت انا شخصيا ما كنتش اعرف انه نقدر نكون على مستوى السيد المتفرج ونسلي. سعيدة جدا رغم الشقاء اللي كل افراد العمل شافوه في العمل ده، يعني كلنا شقينا من اكبر راس لاصغر راس، وشقاء على قدم المساواة. طبعا الزملاء اللي هم العمال اللي هم قوام الصناعة الأكبر هم اللي شافوا شقاء يعني أكتر مننا احنا كممثلين. المخرج طبعا شاف شقاء، مدير التصوير نزار شاكر شاف شقاء عظيم، كلنا شفنا شقاء في صنع الفيلم ده. آملين يعني انه نقدر نكون على مستوى السيد المتفرج ونسليه. صعوبات يعني احنا بنصور مثلا، اولا الفيلم ده عدنا نصور فيه مدة طويلة، فصورنا في الشتاء في عز التلج، يعني واقفين في منطقة متطرفة من مدينة 6 اكتوبر في الصحراء، كنا نشفنا من البرد وبنشتغل عدد ساعات كبير وليل، وشوفنا جزء في الصيف. يعني انا في يوم واحد خدت ضربتين شمس. طبعا كل الممثلين وكل العمال اخذوا ضربات شمس بطرق مختلفه يعني، ولكن عشان نصنع الفيلم ده خد اعصاب ودم كتير. يعني ايه اكتر موقف كوميدي مع الفنانة شيماء؟ الكواليس يعني اكتر. لا هو بس انا هقول ان انا يعني من غير شيماء ما كنتش اعمل فيلم. ازاي؟ يعني لو شيماء ما لعبتش الدور ده انا ما كنتش هعمل فيلم. يعني لو المنتج جاب حد غير شيماء انا ما كنتش هلعب الفيلم. وصلتم في مشاهد من المشهد من المشاهد وانتم بتمثلوها ما قدرتوش تكملوا من الضحك؟ بالنسبه لنا يعني أيوة. لا الحاجات دي ما بتحصلليش انا. ايوه طبعا. لا والله انا صرحت قبل كده وقلت انا شخصيا ما كنتش اعرف، ولو انا اعرف انا مش هعمل. لا خالص. لا ما حصلش كلام. ده فيلم، بس ده فيلم جديد يعني، هو هيبقى فيلم ان شاء الله يعني تسجيلي عن المكان، عن المكان نفسه يعني ككل. واحد سيوة طبيعتها، الناس اللي عايشين فيها، عاداتهم تقاليدهم، عشان نعرف بس الاخرين بماهية هذه الواحة العظمى. ان شاء الله ان شاء الله.